الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 23 تشرين الأول. تقارير كثيرة رح منكون على موعد معها خلال الحلقة، أما ضيفنا لليوم فهو المؤلف الموسيقي وعازف الإيقاع روني براك، لنحكي معه عن جولاته العالمية من طوكيو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا بلندن، وأكيد عن مشاركاته بالمهرجانات اللبنانية. إنما قبل كل هالمحطات، محطة مع مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم معنا أستاذ حسان المصري. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل، كيف رح يكون اليوم الطقس؟ اوكي، اجمالا طقسنا بعده مستقر، بضله مسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمه. اليوم حيرافقنا غيوم، وخلال النهار حيكون عنا ضباب على المرتفعات. نعم. بالنسبه لدرجات الحراره هي ذاتها ما في عليها تغيير. بكره التنين كمان غائم جزئيا وضباب على المرتفعات. بالمناطق الساحليه درجات الحراره ما عليها تعديل، حيكون عنا ارتفاع بسيط بدرجات الحراره بالمناطق الجبليه. نعم. هلا منتابع نهار الثلاثاء كمان غائم جزئيا وضباب على المرتفعات. بالمناطق الساحليه والجبليه حيكون عندنا ارتفاع بدرجه الحراره، طبعا ارتفاع بسيط، وحنشهد انخفاض بسيط بالمناطق الداخليه بالبقاع. نعم، يعني ما رح نحس بتغيير بالطقس هاليومين يلي جايين. اجمالا لا، لانه ان كان ارتفاع ولا انخفاض عم بيكون رح يكون كثير بسيط. قد ايه رح تكون درجات الحراره اليوم؟ اوكي، بالمناطق الساحليه عم تراوح من 18 ل 28 درجه مئويه. بالمناطق الجبليه من 11 ل 20، بمناطق الارز من 10 درجات ل 19، بمناطق الداخل بالبقاع من 12 ل 28 درجه. نعم، وقتها تنخفض الحراره. هلا اجمالا بكره حنحكي كمان بالمناطق الساحليه مثل ما قلنا هي ذاتها، بالمناطق الجبليه مثل ما قلنا حيكون عندنا بكره ارتفاع بسيط، حيكون عندنا 12 ل 21. نعم. بينما ممكن النهار التنين بالمناطق الداخليه مثل ما قلنا حيكون عندنا انخفاض، حنوصل من 11 ل 27 درجه. مبين يعني شيء امطار الاسبوع اللي جاي او ما في لحديت هلا؟ الثلاثة بعد الظهر ممكن نشوف أمطار خفيفة بالمناطق اللي بقى على الشمالي. نعم، يعني على كل حال بنرجع بنتأكد أكثر من طقس كم يوم جايين باتصال جديد معكم. نتمنى لك نهار أحد حلو. ميرسي، أهلا وسهلا. صباح الخير مي. صباح الخير جوال، وصباح الخير لكل يلي عم بتابعونا. جولة سريعة على الجرايد القليلة يلي أصدرت لليوم الأحد بعد قليل. جولتنا للصحف بتبدأ مع جريدة الحياة. داعش يعتمد سلاح الأرض المحروقة لعرقلة تحرير الموصل. كارتر يفشل في إقناع بغداد بالدور التركي. وكركوك عادت آمنة بعد دحر الغزوة. زحف نحو حلب استعدادا للمعركة الكبرى. توغل تركي في عمق الريف الشمالي. وموسكو تحذر من خطورة سقوط الأسد لمصلحة النصرة. دراجات لواء الثورة تغتال قائد الفرقة التاسعة للمدرعة. حكم نهائي بسجن مرسي 20 عاما. مقتل قادة حوثيين في معارك قرب الحدود السعودية. الجيش يرد على خروقات الميليشيات في آخر أيام الهدنة. ننتقل إلى جريدة المستقبل وأبرز ما عنوانته لليوم: نواب المستقبل مع الحريرة والسماء الزرقاء. واشنطن تؤكد دعمها انتخاب رئيس في أسرع وقت. فرنسا تطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. اشتباكات عنيفة في حلب بعد انتهاء الهدنة. منتابع عناوين المستقبل: كارتر يخفق في إقناع العبادي بمشاركة الجيش التركي. اشتباكات جديدة في كركوك. ومخاوف إثر إحراق داعش مصنع الكبريت في الموصل. ساندي تابت ملكة جمال لبنان 2016. نختم بجريدة المستقبل ومننتقل إلى جريدة الشرق الأوسط. غازات داعش تهدد جنوب الموصل والبرلمان. الانتهاكات تتكرر. الخوف من الحشد يدفع نازحين نوى غربا نحو سوريا. ولد الشيخ إلى تمديد هدنة اليمن. وخروقات الانقلابيين تتجاوز 1000. استنفار في حلب لمعركة حاسمة.
والجيش الحر يعد بملحمة. مخيم الغابة سكانه يحلمون بأرض الميعاد بريطانيا. الشرق الأوسط وسط المهاجرين في كالي الفرنسية. رغم إصدارها بالدولار، السندات المالية السعودية ليست للأمريكيين. هذا كان آخر عنوان بالشرق الأوسط، ومع منختم جولة على الجرايد يلي صدرت لليوم، ومننتقل إلى المجلات الأسبوعية اللي بتصدر مثل كل نهار الأحد، ومنبدأها مع المسيرة وعنوان الغلاف عون رئيسا. زهرة: انتخاب عون يقلق حزب الله. شرب الأبي عقل: معهد غسطى ودورة شهداء القوات. جابرييل يمين: لو كنت ثائرا لكنت الآن تشي غيفارا. الحجار: الحريري يريد إنقاذ الرئاسة والجمهورية. المواجهة بين الدولة والدويلة. الحرب مستمرة ضد أمن الدولة. قوات موريال تكرم النائب الكندي اللبناني فيصل الخوري. 5000 رقدوا في ماراثون زحلة لجهاز تفعيل دور المرأة. إلغاء عقوبة الإعدام في المعهد الفرنسي. وبعنوان أخير بالمسيرة: فيلم أمريكي طويل، لا يزال زياد الرحباني عبقريا والبلد مجنونا. ننتقل إلى مجلة الأفكار. رولات الجنرال تستقر على الرقم 31. عون لقصر بعبدة وبري لزعامة المعارضة. وزير الداخلية السابق مروان شربل: إذا لم ينتخب الجنرال عون للرئاسة فلن يكون هناك رئيس جمهورية في المدى المنظور. رح نتابع مع الأفكار. ملحم بركات أقوى من المرض. الرئيس الآتي من مغزل الرئيس الحريري. المؤتمر العام للمستقبل يلتئم بعد 6 سنوات لجمع الشمل. لبنان بين السرايات. الأمل كبير، كذلك خيبات الأمل. الموصل: معركة وصل أم فصل. هكذا ولدت داعش. دقت ساعة الحسم في العراق. وبالأفكار أيضا: رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس: صدمة كبيرة للبنان إذا وصلت مبادرة الرئيس الحريري إلى حائط مسدود. كل أطياف العراق في معركة تحرير الموصل. منتابع العناوين ومنوصل إلى جريدة الشراع، إلى مجلة الشراع. السعوديون الذين عرفوا لبنان أحبوه. في المغرب: ملك يسابق الزمن نحو الإنجازات والديمقراطية. السنة يخسرون موقعهم في مرفأ بيروت. ومنتابع مع الشراع: ميقاتي الشارع السني لن يقبل عون وأنا لن أختلف مع شارعي. من هذا الذي نصح عون أن يحتفل بعار جبنه وجرائمه ضد المسلمين؟ مع هذا العنوان منكون وصلنا إلى آخر عنوان بالشراء، ومعه منختم جولتنا على الصحف والمجلات الأسبوعية. بعد قليل بتلاقينا جوال بجولة سريعة ثقافية وفنية. خليكم معنا.